كتير مننا لما بيروح يتعزم عند حد بنلاقي ثلاث انواع من السفره، نوع حلويات ونوع اكل وسفره مشروبات بتكون طويله عريضه. مننا بيحب الكشاف، قمر الدين، والتمر هندي، السوبيا، العرق سوس، المانجا، الليمون، البرتقال، حاجات كتير. وبنبقى حيرانين نشرب ايه قبل ايه، يبقى اخد ده ولا ده، لا هاخد ده، لا ده، طب هشرب كله. ودي الحقيقه لخبطه بتحصل لنا كلنا، والصح ان احنا ما ناخدش ولا حاجه منها. افضل حاجه تتشرب وقت الفطار هي الليمون. الليمون من الحاجات الحمضيه اللي بتساعد الجسم على امتصاص الفيتامين اللي بتبقى نازله من الاكل، لان فيتامين سي اللي موجود في الليمون بيساعد على امتصاص باقي المعادن والفيتامينات اللي باخدها من وجبه الفطار. افضل حاجه اشربها على الفطار هو عصير الليمون، وان وجد هيكون عصير برتقال. فالليمون والبرتقال من الحاجات اللي دايما نشربها وقت الفطار. اي مشروب تاني عايز اشربه يفضل شربه بعد الفطار بساعتين.